فايت. عاش يا شريفة، عاش. جود، أحسن. وان، يلا. تو، عاش. جود. ثري، جود، عاش. فور، عاش يا مونستر. أحسن. وان، تو، ثري. وان، تو، ثري. هوب، وان، تو، ثري. هوب، وان، تو، ثري. وان، تو، ثري. هو كلام عيال يعني ولا إيه؟ إيه اللي خلاهم يرجعوا في قرارهم؟ واحنا مش اتفقنا على كل حاجه؟ جايين دلوقتي يقولوا اعمل هولد على الصفقه. صباح الفل يا ديحه. بقول لك ايه، هاخد عربيتك عشان عربيتي في الصيانه. ما ينفعش طبعا. ليه بس يا عم؟ انت خدت عربيتك، ما عربيتك كانت في الصيانه. اقسم بالله هرتكب جريمه. خلاص مش عايز حاجه، بس بفتكرها. دي اسمها نداله. ايه البكاحه اللي هو فيها دي؟ انت بتتكلم عليا ولا عليك؟ بقول لك ايه، تبعت ايميل للشركه الصينيه دلوقتي حالا، يردوا عليها بايميل تفصيلي افهم غيروا موقفهم ليه. مش مدحت ابو الهنا تعمل معاه لقطه زي دي. في حاجه يا طارق؟ صباح الفل يا ديحه. صباحك فل يا حبيبي. انا اقول لك بقى ايه اللي حصل. دول حد بعت لهم عرض اسعار احسن من بتاعنا. شايفين؟ شايفين الكوسه؟ ملبن اهي، ملبن. خلصت. بصوا مشرطه، هيتحط فيها ايه؟ رز ولحمه ونعناع، ونحيقها بقى، مفهوم؟ استني يا بتشيل يا بت رضوى اللي انت حطيتيها دي. فكرك انا مش شايفاكي ولا ايه؟ اهي ما خدتش مني ثانيه اللي بتقعدي في الوحده 10 سنين. اهي امسكي رصيها، امسكي. حضر لك الخير يا اختي. كمل. طارق، هوبا هوبا. ولا يا طارق دي ميدن اوروبا. هوبا ايه؟ عصير على نفسي مانجا، واخد الدنيا دي زنجه زنجه. صباح الفل يا امي. صباح النور يا عين امك. ايه في ايه يعني؟ بقالك كتير قوي ما سمعتكش ولا شفتك وانت مبسوط كده. ده انت من يوم ما اتخرجت من سنتين ثلاثه. يعني انا غلطت في البخاري برضو؟ في ايه؟ مفيش، كل خير. ادعي لي يا امي، عندي النهارده 3 انترفيو، او يعني 3 مقابلات في 3 شركات مختلفه. كنت هتقول في يوسف صح؟ انا عارفاهم. اوعك تفتكر يعني ان انا جاهله. انت يا بنت انت ما تستعبطيش، انا شايفاكي والله العظيم. لا خليكي تفضي الحله كلها وترجعي تعمليها تاني من اول وجديد. اشتغلي كويس. ايوه. بقول لك ايه، اه انت ليه تروح تعمل يعني مقابلات كده في شركات عشان تدور على شغل؟ وشغلنا احنا مين يديره؟ مين يشوفه؟ ها؟ مش جحا اولى بلحم طاره؟ يا ماما ما هو ماشي كويس من غيري، وبعدين انا عايز اعتمد على نفسي، عايز ابقى راجل عصامي كده. زي ابويا. ايوه زي ابوكي بالظبط. هفطرك بقى عشان تجمد كده. بيت، حطي لي طاسة على النار فيها معلقتين سمنه وبيضتين وحده جبنه قريش وقرمشي حبه عين. بيت ما تعمليش اي حاجه من الكلام ده. لا ماما مستعجل، لازم امشي بقى. طب يا حبيبي ربنا معاك. يسرية. ايه يا حبيبي؟ اعملي كده. اعمل كده ايه؟ اها اعملي كده بس. اهي قلبي يا يسرية. يا وانتاجي، ولا بقول لك ايه، اوعى لو جيراننا اللي جنبينا دول حد تعرض لك ولا بص لك هتعمل ايه؟ هودي وشي الناحيه الثانيه. مورنينج جيرلز. صباح الخير يا ماما. هاي يا نور عيني. ها؟ قلتي ايه؟ لا يا مامي لا لا على طول كده. طب قولي ادوني فرصه افكر. المبدا نفسه اصلا مرفوض. جواز ايه اللي بتتكلمي عليه انت وابنك وانا لسه في ثالثه كليه؟ انت وابنك؟ ايه اللهجه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ فولجر. تصرفاتك بالظبط زي مرات عمك. اوعي يا حبيبتي، كل ما هنالك ان انا واخوكي عايزين نطمن عليك بس. اسمها عايزين تناسبوا عيله بودي عشان الاستاذ عمرو ابو الهنا حاطط عينيه على ثروه ابوه. مفيش حد هيغصبك على حاجه خالص. احنا كل اللي احنا بنقوله انك انت تدي لنفسك وللولد فرصه بس. ادي الموضوع. لا يا مامي لا 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 لا. يلا انا ماشي. تعالي هنا. تعالي هنا. نعم. ايه الهلاهيل اللي انت لابساها دي؟ ايه، بحب ابقى في الجامعه مرحرحه كده وعلى راحتي. وبعدين انا ما عنديش فاشن شو. ومالي؟ ما قمر اهو. اما انا عارفه انك انت قمر وحلوه كمان، مش بنتي. وبما انك انت زي القمر وبنتي، اكيد هتبقي فاكره تعليمات اليوم. ما كلمش حد من الجيران، ولو حد كلمني ما ردش عليه، ولو حد بص لي اودي وشي الناحيه الثانيه. يلا انا همشي قمر. خدي قط.
يسرية هاني، يسرية هاني، جايبه لك هدية. يا نهار أبوها أسود، هي فاكرة نفسها إيه؟ لسه بنت بنوته وعندها 12 سنة؟ بيتها بقى وهي حرة فيه؟ لا بقول لك إيه؟ ده بيتنا إحنا الاتنين، كل حاجة فيه بالنص. امسك ابعتولي على الوسط واتساب. ريبيتا افترمي واتساب. غيري من قدامي. حاضر، هبعته من عينيا. يا بنت الايه؟ اما وريتك